لكن ما الذي يدور في الكواليس؟ ما الذي يحدث الآن في الاجتماع التحضيري الذي بدأ الاجتماعات التحضيرية الذي بدأت منذ أمس تمهيدا للقمة؟ معي عبر الهاتف الزميل محمد الجالي، مسؤول ملف رئاسة الجمهورية في اليوم السابع، والذي يتحدث إلينا من العاصمة الكويت. أستاذ محمد، أهلا بك. أهلا بك ومساء الخير عليك وعلى كل السادة المشاهدين. أهلا بك. لو تحطنا في كواليس القمة وتقول لنا إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ يعني هو القمة لم تبدأ بعد، القمة ستنطلق الاجتماعات التحضيرية الثلاثاء والأربعاء، لكن كانت هناك اجتماعات تحضيرية وخلف الكواليس الكويت تغرد منفردة باتجاه قطر. يعني الكويت تحاول أن يحسب لها شيء يذكر في هذه القمة وبالتالي تدعم المصالحة مع قطر، لكن يبدو أن الجانب القطري أيضا بحسب مصادر دبلوماسية رفيعة المستوى في الكويت يعني قالت لنا أن قطر مصرة على موقفها ولن تتنازل أبدا. يعني الجميع، يعني هناك من يحاول رأب الصدى ويحاول إيجاح هذه. ما دار في الكواليس أستاذ محمد؟ يعني كان هناك حديث امبارح عن انسحاب للوفد القطري أو لوزير الخارجية القطري، كان هناك حديث عن ملاسنات دارت في الكواليس، هل تسرب إليكم كصحفيين أي تفاصيل؟ هذه أخبار غير صحيحة بالمرة، وما تناولته بعض الفضائيات وبعض وسائل الإعلام المصرية لم يكن صحيحا. يعني هو الرجل وزير الخارجية القطري كان موجود في الاجتماع وخرج لشيء إنساني بحت، يعني مش عارف، يعني حتى المسؤول الكويتي قال يعني من حق الرجل اللي يدخل الحمام يعني فهو خرج وعاد مرة أخرى إلى الاجتماع مرة أخرى لكن لم يغادر. والأمير تميم أمير قطر وصل إلى الكويت اليوم لتمثيل وفد الكويت وتمثيل وفد قطر وترأس. هل في أي أخبار في كواليس القمة عن ترتيب للقاءات ثنائية مثلا قطرية سعودية أو قطرية مصرية؟ بالتأكيد هناك ترتيب للقاءات، لكن لا أعتقد أن تكون هناك لقاءات، يعني دعينا ننتظر حتى غدا وبعد غد. هناك لقاءات ثنائية ستكون على مستوى القادة العرب أعتقد بين الرئيس محمود عباس أبو مازن والرئيس المصري عدلي منصور، وسيتم الحديث عن الملف الفلسطيني وملف القضية الفلسطينية والملف السوري. هناك أزمة حادة في الجامعة العربية بسبب مقعد سوريا الشاغر الذي تريد السعودية أن تمنحه الائتلاف الوطني السوري، في حين أن هناك دول أخرى لا تريد أن تمنح هذا المقعد للائتلاف الوطني السوري. لكن الحديث عن لقاءات ثنائية بين مسؤولين قطريين ومسؤولين من دول عدة، دول الأزمة، دول الخليج، الإمارات والسعودية والبحرين ومصر، هذا يعني كلام سابق لأوانه. هناك تصريح لنبيل فهمي وزير الخارجية قال فيه يعني أن قطر غير مستعدة بالمرة لعملية المصالحة، وهناك كلام لدبلوماسيين من السعودية والإمارات يقولون أنه حتى لو تمت هذه المصالحة فما الذي يضمن أن تتمسك أو تمتثل قطر لهذه المصالحة؟ هناك نحتاج إلى مزيد من الوقت باعتبار أن في وثيقة الرياض الموقعة جدية هذه المصالحة. نعم، أشكرك شكرا جزيلا زميلنا محمد الجالي، وهنتابعك في حال أي جديد.